السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بعد الفيديو راح نكمل إن شاء الله، أو راح تتعلموا شلون راح نبيع كل المنتجات اللي جايتنا بالمزرعة، يعني إذا جانا بيض، جانا لحمة، عفوا خلينا نزيد نبيع، بدنا نبيع الصوف، بدنا نبيع كل الأشياء راح نبيعها اليوم. هلا خلينا نبلش بالفيديو وليست جو. طبعا لا تنسوا كمان راح نبيع شوية من المحاصيل حتى نجمع مصاري، لأنه بالفيديو الماضي نزلته ما لعبت كتير، يعني بعد تقريبا 4 ساعات لعبت بس. راح نكمل هذا الفيديو ان شاء الله، راح نحصد الاراضي ونلم المحاصيل كلياتها ونروح نبيعها. وبالاضافه عندي بالمخازن كثير ما موجود فيه، يعني كميه جدا ضخمه موجودات فيها من الموارد او من المحاصيل، راح نبلش كمان نخففها ونبيعها ان شاء الله. هلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. اليوم رح نبلش نروح، اول اشي نروح نشوف ايش في عنا هاي البيكام مالي. خلينا نروح نفطر على الاراضي وبالمرة ناخذ البيض ونروح نبيعه، لانه البيض اول شي بده ما ينتقل معي الا بهذا البيكام حصرا. اول اشي البيكام عم بفكر فيه، بس خلينا نشوف الارض هون محصودة. صح، صدتها وزرعتها. خلينا نشوف من هون، نكبس هون، نجي هون نشوفها محصودة. مزروعة قطن، تذكرت. وعندي هاي مزروعة قمح، بنروح بنبيع البيض. كنا فاكرين نروح نسمد الارض، بس ولكن كنسلنا على فكرة التسميد، لانه او بمعنى اخر حاولت اني اسمد الارض ما تسمدت، في مشكلة، فما رح اعالج حاليا لان رح ابلش البيع. واخر الفيديو انا بحاول اسمدها بشكل اوتوماتيكي بايدي، يعني اولها الارض صارت تسمد بعدين بطلت تسمد. المهم على قلب البيكام. طبعا اول شي رح نحمل حمل البيض الموجود عنا. شايفين البيض انا شلون منشلفه هون، راح نعبيه. نفتح الباب، طبعا هلا راح نبلش تعبيته ونرجع لكم بعد ما خلصنا ان شاء الله. تمام، خلصنا تحميل ولا نقفل عليها. طبعا وين نروح نبيع؟ تكبسوا هون، بتجوا على المبيعات. تمام، بتروحوا للاخير، مو الاخير، قبل الاخير بشوي. ها هي البيض، اشارة البيض. في عنا هون 3 اماكن ينباع البيض فيها. افضل سعر دافع $3000 اللي هو هاد، اللي هو هذا يكون جنب ارضي هون، هذا هو. تمام، هو البي في. تمام، هو البي في. بتقدر تكبس عليه النقرتين، بيعطيك اشارة، بصير بيرمش عنده، فانت بتقدر تشوفه على الخريطة ايزي. شايفين شو عم بيرمش؟ بس انا كل حال في شي تون تبالي هون على الخريطة لون ازرق، ايش هاد؟ ما عرفته، نرجع فيه من بعد نشوف شو هو. طبعا للمعلوم انه البيض موزن فالوزن، وانا نروح نبيعه. او عندك اقتراح اخر، تمسكه هيك بالصندوق وتزده. طبعا اللي ما منزل المود الرفع الاشياء الثقيلة بيقدر، لان هدول وزن خفيف، يعني بيقدر بيشيلهم بكل سهولة. يعني ممكن واحد يقول ايه انا شلون بدي اشيلهم، ما عندي المود. تمام، تمام، تمينا بيعنا البيض كله. هلا بنرجع بنروح، طبعا هلا وين بدنا نرجع نروح؟ بدنا نرجع نروح ناخد الصوف. طبعا الصوف بده تريلا، والتريلا موجودة هناك. طبعا في شي مهم جدا، هي اتركها لحالها تحملت بالسيارة. انه بس تخلص حزمة الافضل انك تربطها، لانه اذا ما ربطها رح تقع. شوف هلا هي متربطت. تمام، فخلينا نحط هيك، نقرب عليها، نحط حبلي من هون، حبلي من هون. تمام، ليش؟ شوف هلا بس بدك تنكشها هيك هيك، ما حتتحرك ان شاء الله، بصف واحد يكفي. وهيك تمام، حملنا السيارة وصارت امورنا لوز لوز. طبعا في هي الشقفة البسيطة فيها 5%، هاتها عالها مرة فاضين، حطها هون. طبعا الان وين مكان البيع؟ سينا اشرح لكم وين مكان البيع، ثواني خلينا بس نصف السيارة. والله انا معلم بالتحميل له. شوفوا هو قريب من هون الصوف، هذا هو. شوف ما له غير مكان واحد، هي المحلجة اسمها سبينير، اشر عليها، هي هون اتوقع. عليك عليك عليك، ها هي. فنحن لازم نطلع من هون هيك، نصل عليها. تمام 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 تمام، خليني بس نظبط هاي الموجودة بالبيكام، يعني هي الوحيدة الموجودة هون وما يزبطها. أهم شي لازم تحزم، لأن إذا ما حزمت بيطب البضايع. شايفين شلون؟ أما هيك تمشي وأنت مرتاح، بس في وزن، يعني حاسس أنا بالبيكام في وزن. طبعا يفضل إنه نمشي على الزفت، لأنه حمل موزن والله.
بس والله انا استنتجت حالي انه انا معلم. طبعا بقدر اسوي صف تاني بس انا سويت. بتخلي تضل محزم، بتطلع فوقهم بتحط كمان اثنين، وبعد ما تحط الاثنين ترد تفك الحزمة وترد تركبها، فيزبط معك حزمتين فوق بعض تمام. بس يعني اتس اوكي، ممتاز شغلنا حاليا. بنفتح حوالي الاراضي كلها تنصل لمكان البيع، وبس نخلص نرجع بالقص. طبعا في مشكلة بالمود تبع التريلا، ما بعرف شو مشكلته. كان اول بيلم يمكن فيه مشكلة هو المود، او ما بعرف، بس اتوقع فيه مشكلة. كان اول لحاله بلم البضايع، او في مود عم بيضرب عليه فما عم بخليه يلم شو اسمه البالات، عرفت شلون؟ هلا هيك رجع ارجع كمان، هن نايمة باها. شد اعطاني، ما بين معي، بس يمكن حوالي 30,000 اعطاني. المهم هاي بعنا هلا الصوف حاليا. هلا بنشوف عدد الغنم عنا ايش. طول بالك، خلينا نصفى على اليمين. طول بالك غنم كم وحدة عندي؟ غنم عندي ما يعتبر كتير، بس لما نسوي لهم كلينكس بس ما في مشكلة. الخنازير حتى ما ينعدل عدد كبير، يعني تسعات معدل انتاجية كل نهار واحد تزيد واحد، فما لي مفكر اني ازيدهم حاليا او انقصهم تمام. البيض شلناه خالص، ما عاد لنا شغل. هلا بدنا نروح على الحليب، شوفي عندهم نقص بالهاي، وعنده 15,000 لتر حليب. واو تريلتين يعني. طيب بنروح بنشيل الحليب، بس المشكلة وين يا معلم؟ المشكلة انه انا التريلا معبي فيها. طيب المهم بنكمل لكم ايش هي الفكرة. نعملوها عالم مفتوح، كل واحد يدخل يتملك قطعة ارض ويعملوا سيرفرات، كل سيرفر مثلا فيه 100 150 شخص او 100 شخص مشان ما يصير فيه لاج، وبلشوا يتاجروا مع بعضهم، بتصير بيرفكت. يعني انا ماني مجبور اني ادخل مع ناس بعرفها حتى العب، وتكون عالم ضخم يعني مو بس بهالحجم هاد. عرفتش وات وات وات، قلب البي كامل حاله والله. هلا المشكلة عندي هي مليانة مازوت. مساري ما في كتير، خلينا نصف البيكام هون ننزل. عنا الحليب، وش في عنا كمان بدنا نبيع من عند البقر. هلا سلوري منور ما هو كتير يعني، بكفي هاي الكمية، بس عنا 15,000 لتر حليب لازم نروح نبيعها. البقر عنا 3 بـ3 بـ2 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 بـ18. طبعا البقر ما راح اغلب عليهم، بس راح ازود لهم هاي الكمية وراح ننظف حواليهم. ان شاء الله يوصلوا هالمرة يا رب، نمشي على مهلنا. اذا وصلوا لازم اقوم ارقص انا. لا لا طبي لا طبي لا طبي لا طبي لا طبي لا طبوا كلهم. يعني ابو المود ليش خرب؟ تمام خلاص كب التراكتور، نرجع ننقل على ايدنا اشرف لي. هاي اسمها التقنية النقل باليد. اسرع شي ها، شوف قد صار 45,000 يكفي، بنكمل بعدين. نروح نشوف لنا غير شغله. هلا نشتغل، هلا بدنا نروح نشوف ايش، نشوف المحصول جهز ولا ما جهز. اللي رقمه 25 هارفيز هارفيز هون. لسه تبقى اوله. طيب تمام، خلينا نشغل التسريع شوي الوقت. عشان ناخذ المعدات نجهزها هنيك. اللي هون مزروع قطن، ايوه بدنا نستاجر ماكينه قطن. طبعا ضل الحليب، تذكرت ضل الحليب، صح تذكرت ضل الحليب. طبعا ضل الحليب الشيء الوحيد لازم انقله وابيعه، ما راح انقل حاليا لانه بده معدات وبده تريلا، وتريلا المازوت التريلا مليانه مازوت، وما بدي اشتري وحده ثانيه،
وما بدي اثبت المود الثاني ما معي مصاري حواليا، يعني عرفت شلون؟ هون طالبين 1300 بهذا السعر، دافعين فيها بال1000 لتر اتوقع، اي بالمليون، مو مطالبين شيء، هون $1000 دافعين. بتشوفها بالفيديوهات الجايه ان شاء الله طريقه البيع. هلا نروح نبلش نحصد الارض اللي موجوده عندنا هنيك. خلينا بس ناخذ هون مزروع عندي قطن، فراح استاجر ماكينه مشان تحصد لي اياها. بس بذاك الطرف موجوده مزروع فيها شو اسمه، يلعن الشيطان، مزروع فيها هذا قمح، فراح اخذ هاي الماكينه. اركب يا عجي، تمام، وروح نعلق الراس تبعه وناخذه على الطرف الثاني بين ما يكون صار على الهارفيز. هو شوي هون بتكون الترجيع شوي صعب لانه صفتها، انا صافها صفها غلط شوي. ان شاء الله تعلق معي من اول مرة يا رب، ما اتعذب، ما اتعذب، خلاص علق ما علق. طيب ما بصير، لازم اتعذب، ما بصير لازم اتعذب. اتمنى من اول مرة بتعلق التريلا، خصوصا هاي مال على الصادر الراس تبعها ده. تمام، خلينا نمشي على السيبي هيك. تمام، خلينا نعرض. طبعا انا ليش بدي اثبت المود اجباري، بدي افضل التريلا لاني معبيها مازوت وحاخها كتير غالي، يعني التريلا الحالة صرفت فيها هذيك الحسبة حطيت تبعت المازوت. ف في عندي هون عم بيقلي في هدول المركزين في شغلات حاجات اللي هون بسرعة، هات لنشوف ايش اللي محتاجين. في شي عندهم بالاسعار تبعهم عم تطلع بهي المدينة بهذا المكان وهذا المكان، والشي موجود عندي ايش هو ما بعرف. المهم طلعت نص الارض استوت، نلف حاجة حاجة، اتوقع انحصدت، اسف شوي. هو لو انا اتركها لبكرة الصبح افضل لي، هلا بس خليه يطلع. والله وقف 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 الوقت، خلاص خليني اروح انام. هلا بصف هون التريلا واروح انام ونفيق الصبح. الارض طلعت بس والله تاخرنا بالفيقه شوي، لازم فايقين قبل، يعني بثمانية فايقين، لان هلا هذا الهارفيز وصل اخرته، اخر مرحله، شوفوا وصل باخر مرحله، يعني اذا ما لحقته حيخرب. بس لا تلحقوا المحصاد هاي، يلا ديروا شغلناه. طبعا هون بس نسينا ننتبه، هذا ما جهز، والله مع هالمصيبه. يلا بما انه ما جهز معناته بنروح. طيب بارك انها مشغله، انا ما مشغل عجب. طبعا هو لازم يحطه ينزله بخط مستقيم مشان ايش، مشان اجيب الماكينه تجمع هذا القش، عرفت شلون؟ وبقدر اتركه بكبه الله ما مهمهم. خلينا نروح نجيب هلا السياره مشان نفضي منها ونبيع مباشر، ما بدي حواجي للقمح. انا عندي انا كميه جدا كبيره اساسا، لا والله ما عندي قمح، امبارح مو بعناه. صح صح صح، انا حطيناه بالماكينه صح، تذكرت. يا الله وين صرت، هذا يتخزن. صح بعدين نخزنه، بس وين نخزنه؟ بهذا المستودع ولا بذاك؟ وين بدنا نخزنه؟ وين نخزنه؟ وين نخزنه؟ والله عم بفكر وين نخزنه، وين لانيك؟ خلاص نخزنه هون خيو، بس هي راح تعبه. خلاص خزنه هذيك، شوف كم طن تطلع معنا. هذيك صفر فيها، هذيك صفر كمان، يا صح صح فضيت الاثنين انا. خلص نخزنه بذاك المستودع عشان ما ضل رايح جاي على الجسر، لانه جدا مقرف الجسر قطعته. طيب خلينا نصف هاي هون، بنروح نجيب الماكينة الثانية اللي شغلتها بتسوي هذول، بتسويهم خطوط واحد هون هون. هاي الماكينة طبعا بس الراس تبعها نزل على الارض صيل. اتوقع راح يكون هذا الفيديو طويل راح يصير عليكم، بس عشان تتفرجوا عليه تستمتعوا اكثر. صايماك
صميمك، وشغلكم اغاني تستهجوا. والله طالعت كمية منيحة. ها طبعا هذا الشيء مو بس انه نكبه، ممكن نبيعه عشان يكون في علمكم، بس ما راح ألمه حاليا لحتى احل مشكلة الارض او حل مشكلة العربية. بس هي ذكرت انا بدي ابلش ازرعها. طيب ثواني شو خلينا نشيل هذا الخط، لا تطول هذا جريس. يلا عادي بنحاول نحل مشكلة المود. هلا بدنا نحرثها، نزرعها عفوا. ايش نزرعها؟ ايش نزرعها؟ والله سؤال جميل يحتاج تفكير. هلا بنشوف ايش السوق مطلوب على سعر نزرعها. طبعا بالماكينات الصغار، الماكينة الكبيرة ما راح استخدمها، او هذول اللي بيحرسوا ويحصدوا بنفس الوقت. تمام. نشوف الاسعار. قمح والله سعره حلو. لا انا صحيح ما عم بحصد قمح، عم بحصد شعير اتوقع. هلا شوف ايش عم بحصد، ايش عم بحصد انا؟ لا قمح. والله سعر القمح حلو، 700 دولار. نايس، جميل جدا. دوار الشمس ما يطلع كتير. فاصوليا والله فاصوليا سعرها حلو، بس الفاصوليا كمان ما يطلع منها كتير. ايش نزرع ايش نزرع ايش نزرع ايش نزرع؟ بطاطا لا. طب تعال نروح نركب الماكينة هذيك. صعوبة بهي رح تعب، رح تطول بالك. طيب لا خلينا نشيلها. شكلي هون بدي اعمل مثل كراج مشان ما ضل رايح جاي. بعناتو القطن بترك لكم اياه لفيديو الجاي. هلا خلينا انا نبلش نبذر الارض على قولة المثل. طوب بالك معلم، طوب بالك معلم، طوب بالك معلم، طوب بالك. خليني بس ادور معلم، بس طوب بالك. هو اتوقع فيها لانه هي فالت فولت فل. طيب خلينا نروح على المعدات الماكينات الموجودة هون. لا مو هاي، انا صاير هاي فيها ليش هيك؟ لا ارفعي وزن يا معلم. ليش هيك التراكتور مشنك لقدام لورا؟ طيب خلينا نشوف ايش عنده محاصيل. هاي قمع، هذا اوت، هذا كنار، صابون لا، هذا لا، كريس لا. خلاص خلينا نزرع، والله خلينا نزرع قمح كمان مرة ثانية افضل اشي، لانه القمح بيعطي محصول قيمة جدا كويسة. وخلي هذيك الارض بس للقمح صراحة افضل افضل شيء. شكلي حكبر الدبيليب اكتر. طيب تمام نشوف ايش قد حصد صار. تقريبا راح يخلص. طيب نطلع من عنده ناخذ هاي، مسوي لنا دور على السريع قبل ما يجي. تمام راح اكتفل هذا القدر. لهون بكون خلص الفيديو حاج، يعني اشتغلنا صار كتير صراحة. وظل القطن نترك ان شاء الله الفيديو الجاي. راح اكمل هلق بس انا حصاد الارض، هاي الارض احصدها اظبطها ويكون عندي صار شوية مصاري وبيها. ما راح ابيع لكم، راح اتركه لانه في عنا شوية شغل. ان شاء الله بلكي الفيديو الجاي يصير معنا شوية مصاري كمان بنكمل لكم مشان نشتغل بالماكين تصنيع الكيميائي او تصنيع المبيد الحشري، وما له اهمية بالنسبة عندي لان انا مانع ظهور النباتات الضارة، بس مشان نعلمكم عليه ان شاء الله وبعدين نشوف شو نظبطه. تمام وبس بكون خلص الفيديو. باي باي، شوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة في يوم ساعتين. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.